أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن الإدانة من قبل نقابة المعلمين التي دانت أحكام إعدام ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأكاديميين والمعلمين المختطفين في سجونها، حيث دانت نقابة المعلمين اليمنيين صدور حكم ظلم من محكمة ميليشيا الحوثي الجزائية والقاضي بإعدام 30 ناشطا ميدانيا من بينهم نقيب المعلمين بأمانة العاصمة الأستاذ سعد الزيلي والمعلم خالد النهاري. وعبرت النقابة عن إدارتها واستنكارها بشدة هذه الأحكام الجزافية التي تعكس رغبة الحوثيين في تصفية حساباتهم بدموية مع الناشطين المدنيين الأبرياء، كما حذرت من إقدام ميليشيا الحوثي على تنفيذ هذه الأحكام المفبركة كونها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وحملت ميليشيا المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأستاذ سعد النزيلي والأستاذ خالد النهاري وغيرهم من المعلمين والوالد أسماؤهم في لائحة الإعدام الحوثية، كما أكدت اختطافها بحقها في تقديم الجنى المسؤولين عن اختطافهم وتعذيبهم وتغييبهم في السجون للعدالة حاضرا أو مستقبلا. وأطلقت نقابة المعلمين نداء إنسانيا عاجلا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأستاذ سعد النزيلي والأستاذ خالد النهاري من مقصلة الموت الحوثية. إذن تأتي هذه حملة الإدانة من قبل نقابة المعلمين وفقا لكل الإدانات من المنظمات الدولية وكذلك المحلية حول تلك الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المختطفين في سجونهم، وقضت بإعدام 30 مختطفا وكان معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية تحت تهم جزافية، وكذلك يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب وكذلك الانتهاك الذي مورس بحقهم وهم في معتقلات ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأيضا من ضمن هؤلاء 30 يذكر بأن التهمة أوصلت المختطف إلى الإعدام بسبب دخوله مع إحدى القنوات أو مشاركته مع إحدى القنوات في العاصمة السعودية الرياض، وتم إصدار الحكم بإعدامه. طبعا الكثير تحدث حول هذه الإعدامات الباطلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال بأنها لا تمد للقانون بأي صلة وأنها سلطة غير شرعية وتمارس كل الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وأيضا هذه المحكمة باطلة ولا تمد للقانون بأي صلة. وتأتي هذه الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق 30 الذي تم الإصدار الحكم بحقهم، طبعا يعتبرون من الكوادر المثقفة والكوادر العلمية وكذلك الكوادر الأكاديمية وغيرهم من النشطاء، ويتحدث الكثير بأنها مسألة ضغط على ربما تريده ميليشيا الحوثي الانقلابية. وكانت هناك إدانات واسعة محلية ودولية، واليوم سوف نتحدث عن بعض من هذه الإدانات مع نقابة المعلمين التي إدانت تلك الأحكام، والحديث أكثر حول تلك الإدانة من قبل نقابة المعلمين ينضم إلينا عبر الهاتف حسين الخولاني الأمين العام لنقابة المعلمين. أسعد الله مساءك سيد حسين. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا ومرحبا بك. هل لك أن تحدثنا عن الإدانة من قبل نقابة المعلمين اليوم بحق الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق 30 المختطف في سجونها؟ شكرا لك، ومن خلال قناتكم للإخوة المشاهدين والمشاهدات
وأشكركم على الاستضافة وعلى اهتمامكم وتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية والوطنية الهامة. الموضوع أعتقد أنه حديث الساعة وأنه واضح يعني للعيان أحكام قضائية. أنا أعتبرها قرارات وليست أحكام وصادرة من محكمة ليس لها أي أهلية، وأعتبرها يعني جريمة في حق الإنسانية. وأنا أتكلم هنا على الأقل عن نجيب المعلمين اليمنيين الأستاذ سعد النزيلي وعدد من المدرسين منهم الأستاذ خالد. هؤلاء يعني مدرسين معلمين معروفين كانوا يمارسوا أعمالهم و يعني اختطفوا من مجرات أعمالهم، وهم معروف عنهم أنهم ناشطين ويعني مدنيين ليس لهم أي علاقة تفاجأنا باختطافهم وسحبهم إلى السجون. تغيبوا في السجون عدد من السنوات وحيلوا العام الماضي إلى المحكمة، والحقيقة تعرضوا لمحاكمة غير عادلة وغير منصفة. نعم، تحت أي تهم تتحدث بأنهم يمارسوا مهنة التعليم؟ إذن تحت أي تهم وأي مبررات قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإصدار هذا القرار؟ الحيثيات ما بالحكم واضح أنهم يعني اتهموا بأنهم يعني تجسسوا أو نقلوا معلومات لما يسموها العدوان، والحقيقة أنهم بعيدين كل البعد عن هذا الكلام. وحتى لو يعني افترضنا أن هذا الحيثيات صحيحة فإن المحاكمة ذاتها باطلة وغير صحيحة، وهناك استنكار واسع من دول عظمى ومن مؤسسات مجتمع مدني ومن مؤسسات حقوقية ومنظمات دولية حول هذا الموضوع، حول بطلان هذا ما أسميها بقرارات وليست بأحكام. نعم، إدانة نقابة المعلمين لمثل هذه الأحكام أو القرار الصادر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، انعكاس هذه الانتهاكات بحق المعلمين على مسيرة التعليمية في اليمن ومستقبلها في ظل الانتهاكات المستمرة بحق التعليم والمعلمين؟ لا شك أن الوسط التعليمي والتربوي سيصاب بإحباط وانتكاسة. نحن حتى هذه اللحظة منصطمين مثل هذه الإجراءات الغير عادلة، ونعتبرها في إطار الجرائم لأنها تصدر في حق أمثال الأستاذ سعد النزيلي نقيب المعلمين اليمنيين، رجل معروف في أوساط الساحة التعليمية والتربوية. ولا شك أنها ستصاب الوسط التعليمي بصدمة كبيرة وإحباط وفقدان للأمل في أمل تحقيق العدالة في هذا في المجتمع اليمني. يعني هذا أمر. الأمر الآخر أن الوسط التعليمي يستنكر بشدة مثل هذه القرارات الجائرة التي لا شك أنها مسيسة. هذا القرار الصادر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية سيد حسين، لماذا أو ما الرسائل التي أرادت أن تبعث بها ميليشيا الحوثي الانقلابية للمعلمين في مثل هذا القرار بالإعدام من بينهم المعلمين؟ لا أعتقد أن ميليشيا الحوثي لديها يعني استراتيجيات ورسائل تريد أن توصلها بقدر ما هي تمارس عمل عصابات أكثر من كونه يعني رسائل. أو فماذا يعني أنه يصدر أحكام جائرة وغير عادلة على معلمين عزل؟ يعني أعتقد لا يوجد سوى أنها توصل الهمجية والبلطجة على المواطنين. نعم، أنا أريد أن أقول أن هذا ما يسموه بالحكم القضائي
يكفي فيه ليس الإدانة على المستوى الكبير والدولي، ولكن يكفي ما صدر من مجلس القضاء على هذا اليوم من أن هذا القرار قرار باطل، لأن المحكمة لا أهلية لها وليس لها ولاية، كون القرار الذي صدر قبل شهور بنقل المحكمة الجزائية والابتدائية المختصة إلى عدن يبطل أي أحكام تصدر عن المحكمة ما تسمى بالمحكمة الجزائية في صنعاء، وهذا كافي. أعتقد أنه إذا كان لدى حكومة صنعاء ذرة عدل على أن تراجع هذا مثل هذا الحكم. كما أنني هنا يعني أدعو مجلس بقدر ما أشكر مجلس القضاء على هذا الموقف، أنا أدعو إلى نزع الحصانة عن القاضي الذي أصدر الحكم باعتباره أصدر حكما لإعدام 30 مدنيا مواطنين بإعدامهم بدون أي مبرر أو حيثيات عادلة. سيد حسين، هل سوف تكتفي النقابة بهذا التنديد أم ماذا؟ نعم، لم أسمع. هل سوف تكتفي النقابة بهذا التنديد؟ النقابة الحقيقة يعني لديها كثير من الوسائل ممكن تعملها، لكن في ظل وجود سلطة صنعاء لا أعتقد أننا إلا أننا أي إجراءات أو أي خطوة سنعملها في صنعاء معناها مزيدا من هذه الأحكام الظالمة على كثير من المعلمين. نعم. وبالتالي لا أتوقع أننا سنعمل أي وقفة احتجاجية في إطار صنعاء، ولكننا سنعمل هناك عدد من الخطوات، وهي سنرفع رسالة إلى رئيس الجمهورية وإلى المنظمة الدولية للتربية وإلى نعم. هذا ما تحدث به حول التحركات على المستوى الدولي وكذلك المنظمات الدولية، أقصد بذلك هل من تحرك في هذا الجانب؟ أنا من خلالكم ومن خلال قناتكم أدعو نقابات التعليم، والتي هي أكثر من 3 نقابات تعليم غير نقابات المعلمين، أدعوهم إلى الوقوف إلى بجانب زميلنا وبعض المعلمين الموجودين ضمن إطار هذا الحكم الجائر، والأخ عادل الوهيبي والأخ عصام العابد والقيادات النقابات هذه يجب أن يكون لهم موقف، لأنهم يعرفوا الأستاذ سعد النزيلي حق المعرفة، وواجب عليهم نقابيا أن يقفوا إلى جانبه باعتبار أن هذه الأحكام جائرة ولم تأخذ حقها من المحاكمة. نعم، المطلوب اليوم نعم سيد حسين، المطلوب اليوم على المستوى الحكومي لإنقاذ أولئك المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن ضمنهم أولئك الأكاديميين والمعلمين. الكثير من الأوراق التي ممكن تستخدمها حكومة الشرعية، وأنا هنا من خلالكم أناشد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا وكل الجهات المختصة أن يتدخلوا وأن يضغطوا على من خلال الأمم المتحدة ومن كل الأوراق التي بأيديهم لإنقاذ هذه الأنفس. 30 نفس ستعتم بطريقة غير عادلة، فلديهم الكثير، وأنا يعني أقول أن الحكومة الشرعية عليها أن لا تبقى مكتوفة الأيدي، ونشكر الخطوات التي تمت حتى الآن، لكننا نريد نطالب بالمزيد. هناك عدد من الخطوات من خلال وزارة الخارجية وغيرها وتمت، لكننا نرى أن هناك لدى الحكومة الشرعية الكثير من الأوراق بالضغط على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى كثير من الدول التي لها علاقة بالحوثي والتي لا تستطيع أن تضغط على الحوثي، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بدورها، على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها الواجب في هذا القضية الواضحة، حيث أنها تدعي دائما أنها إلى جانب حقوق الإنسان. هذه القضية من القضايا الواضحة. نعم، وكيف تقرأ التحركات هل من جدية في هذا الملف بالنسبة للمختطفين بشكل عام أستاذ حسين؟ من أي ناحية؟ من أتحدث على المستوى الحكومي بالبداية وأيضا على مستوى المنظمات. قلت لك فيما ما تم من الجانب الحكومي يشكروا عليه، لكنه يعني قليل جدا جدا جدا، وعليه وبأيديهم أن يفعلوا الكثير.
حول هذا الموضوع يعني وناشدهم من هنا. نعم، يعني يمتلكون الوسائل، هل من جدية لاستخدام تلك الوسائل؟ لا والله أنا يعني أشك، أن لأنه في كثير من القضايا نلاحظ أن الحكومة الشرعية أحيانا تتخاذل في إنجازها، وأرجو الله ألا تكون هذه القضية من بين بمثل تلك القضايا، باعتبارها قضية ليست واجب وطني فحسب، بل أنها أيضا جاء واجب إنساني. نعم، فيها كثير من الأوراق تستطيع أن تضغط بها على يعني على جماعة الحوثي، سواء بصورة مباشرة أو بصورة عبر المجتمع الدولي وعبر المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. نعم، ختاما سيد حسين، كونك الأمين العام لنقابة المعلمين، ما هي الرسائل التي تبعث بها للجهات المعنية والتي لها أيضا دور وتستطيع أن تحرك هذا الملف؟ ما هي الرسائل التي تبعثون بها؟ أنا يعني أبحث للرسالة للحكومة الشرعية وأقول أنهم إذا سكتوا وتخاذلوا عن هذه القضية فإن لربما أحكام مشابهة ستأتي عليهم هم نفسهم، ولذلك ليس أمامهم إلا الدفاع عن مواطنيهم وبصورة قوية وبصورة جادة. ما حصل حتى الآن يعني ليس كافي أبدا، يجب أن يمنع الحوثي من تنفيذ ما تسمى بالأحكام على هؤلاء الثلاثين المدنيين المواطنين الذين لا ذنب لهم. أشكرك جزيل الشكر السيد حسين الخولاني الأمين العام لنقابة المعلمين، كنت معنا عبر الهاتف، حدثنا حول الإدانة من قبل نقابة المعلمين بالأحكام أو بالقرار الصادر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الأكاديميين والثلاثين المختطف التي أصدرت قرار بإعدامهم. أشكرك جزيل الشكر السيد حسين الخولاني.